بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التسوية السورية باتصال هاتفي، وقال الكريملين في بيان له إن بوتين وترامب ناقشا ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف. وكانت مسؤولة في الخارجية الروسية شككت بوعود ترامب حول التعاون مع روسيا بالشأن السوري، قائلة إن ترامب لن يتمكن سوى من المضي قدما في الأفكار التي توافق نعيد معلش عفوا. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التسوية السورية باتصال هاتفي، وقال الكريملين في بيان له إن بوتين وترامب ناقشا ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف. وكانت مسؤولة في الخارجية الروسية شككت بوعود ترامب حول التعاون مع روسيا بالشأن السوري، قائلة إن ترامب لن يتمكن سوى من المضي قدما في الأفكار التي توافق عليها المؤسسة والنخبة السياسية في الولايات المتحدة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا المستشار السياسي في المجلس السوري محمد علاء غانم عبر الهاتف من واشنطن. مرحبا بك سيد محمد. هناك من يرى أثرا بين هذا الاتصال وبين إعلان روسيا بدء حملة موسعة على ريف إدلب وحمص. برأيك هل هذا التصور قريب من الواقع؟ الحملة الروسية استهداف هذه المناطق يعني جرى لها التحضير منذ أمد، يعني قبل وصول وقبل فوز قبل إعلان نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعني كان المنتظر للأسف أن تبدأ الحملة قريبة من هذا التوقيت، لذلك لا أعتقد أن الأمرين متصلان. لكن بالطبع الكرملين الآن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي لا ريب أنه الآن مرتاح أكثر من أنه بطريقة ما بصراحة ساعد على وصول شخص يعني مثل دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق مثلا تسريب يعني اختراق رسائل إلكترونية تابعة للحزب الديمقراطي وتسريبها وكذا، يعني إحداث بلبلة في الانتخابات الأمريكية. فلا ريب أن الروس الآن يشعرون بارتياح أكبر، والمكالمة الهاتفية التي جرت البارحة جاءت في هذا السياق. يعني دونالد ترامب صرح غير مرة بأنه سعيد بأن الروس كما يزعم لديهم حملة ضد داعش، وهو يريد أن يتعاون معهم، وهو بشكل يعني عام يعني رئيس يختلف كان عن منافسته هيلاري كلينتون بأنها كانت من الممكن أن يعني تضبط الروس نوعا ما أكثر من سلفها أوباما، ولكن دونالد ترامب ده يعني صديق يعني مصور هو في العالم الأمريكي على أنه صديق لفلاديمير بوتين. لكن التصريحات الروسية خلال الفترة الماضية كانت مترددة بين الترحيب والتشكيك، هل الشكوك الروسية في محلها حول عدم قدرة ترامب على تجاوز المؤسسات الأمريكية؟ بصراحة يعني في هذا المجال لا نلقي نحن بالا كثيرا لتصريحات مثلا تصدر عن وزارة الخارجية هنا وهنا في كلا البلدين. لماذا؟ وخصوصا إذا كان يعني تصريحات من موظفين ليسوا رفيعي المستوى جدا. بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية إن كان وصل ترامب يعني حتى بعد وصول ترامب في شهر واحد إلى البيت الأبيض، يعني الولايات المتحدة وروسيا لديهم يعني تبقى خلافاتهم موجودة، ولديهم يعني منافسة في المجالات العسكرية والاقتصادية وكذا. هذا الأمر لن ينتهي يعني، ولن ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا فجأة يعني قلبت علاقتهما إلى شهر عسل. ولكن ما نرى أنه سيحصل هو تحسن كبير في هذه العلاقة التي طرأ عليها توتر كبير، تحسن كبير بسبب وصول دونالد ترامب. لذلك لا نعبأ كثيرا يعني. بالطبع الروس لن يقولوا أنهم الآن مغرمون بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا الكلام البروباغاندا يعني الادعائي سيستمر بين البلدين، ولكن الآن هناك رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، أقصد رئيس منتخب، يعني لا يريد أن يتحدى روسيا دوليا، بل يريد أن يعمل معها بشكل وثيق، وبالذات في سوريا هذا ما صرح به. طبعا الأمر الذي أريد أن أنوه له وهو أمر مهم جدا،
الكلام الذي يقوله الذي قاله ترامب في حملته الانتخابية، قد أقول قد أعلم، لا لسنا متأكدين 100%، قد يختلف عما يفعل حين يصل إلى البيت الأبيض وتأتي المخابرات وتقدم له التقارير، ووكالة الأمن القومي ويقدمون له التقارير ولديه مستشارون وإلى آخره. فقد طبعا يتغير هذا الأمر يعني نوعا ما، ولكن في النهاية مزاجه العام ليس مزاجا عدائيا لروسيا، وهذا ما يهمنا في الأمر. على الصعيد السوري أيضا هناك من يتوقع توافقا تركيا روسيا أمريكيا ينهي الحرب في سوريا، مستدلا بالتنسيق الروسي التركي خلال الفترة الأخيرة. برأيك هل يمكن تصور هذا السيناريو؟ أعتقد أن هناك خلافات يعني جذرية ما بين تركيا وما بين روسيا وفي بشأن القضية السورية، وإن يعني جرى يعني وإن كان هناك الآن تقارب وتفاهم بين البلدين، ألجأت الحاجة والاضطرار تركيا له بسبب ما تعتبره من يعني تركيا قامت بإعادة ترتيب أولوياتها في المرحلة الأخيرة، لأنها ترى أن هناك خطرا كرديا على حدودها الجنوبية، لذلك سعت إلى إجراء هذا التفاهم مع روسيا. طبعا يعني هناك جملة أسباب أخرى، منها أن الغرب لم يدعم يعني الأهداف التركية في سوريا كثيرا، لكن لا أعتقد أن هذه البلدان الثلاثة هذه يعني مع خلافاتها الموجودة حاليا قادرة على أن تعمل بشكل أو تنسق بشكل يعني سلس جدا، وكأنما أهدافهم الاستراتيجية في سوريا واحدة. قد نشهد تقاربا، وربما نشهد تقاربا روسيا أمريكيا في صدد سوريا، لكن تركيا تبقى رقما صعبا في هذه المعادلة. من واشنطن المستشار السياسي في المجلس السوري محمد علاء غانم، شكرا جزيلا لك. شكرا على استضافتي، شكرا لكم.